بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الشباب يسألون عن شيء اسمه المفاضلة. المفاضلة أكيد لما يكون شخص مثلا درجات تساوى كلهم الشباب أو المتقدمين، سواء في الجامعة أو في الكلية، تساوى مثلا كلهم في الدرجات، تساوى كلهم في القدرات، تساوى في التحصيلي، ففي فروقات أخرى أو أشياء أو نقاط أخرى يؤخذ منها المفاضلة. مثلا وجدت أنا شخص مثلا درجات في الرياضة في اللياقة البدنية جايب مثلا 60 بوش أب، واحد جايب 40، أبو 60 أفضل. لو قلنا مثلا تمرين البطن هذا جاب 30 وهذا جاب 40، أبو 40 أفضل، مع أن درجاتهم واحدة ومع أن أشكالهم واحدة ومع أن طولهم واحد والشروط منطبقة عليهم كاملة، فبالتالي بيكون في مفاضلة. نأتي للنقطة الثانية. مثلا شخص يقول أنا عندي دورات تدريبية، أنا أخذت شهادات عن بعد كثير، أنا عندي معلومات، أنا أحضر دورات، أحضر أشياء. هذه نقول بإذن الله أنها تفيدك، بس متى تفيدك؟ تفيدك بالسيرة الذاتية. لو مثلا بتتقدم على شركة وتتقدم على وظيفة حكومية وتتقدم على أي قطاع، طبعا ينظرون للسي في وينظرون لها الشهادات. طبعا الشهادات مفيدة اللي هي عن بعد هذه، والدورات اللي تحصل عليها، يعني لما تقارن شخص عنده 10 دورات عن بعد بشخص ما عنده ولا دورة أكيد تفرق. فبالتالي هذه يكون لها فائدة بعد ما تتخرج أو بعد ما يجي قبولك المبدئي، عندما تقدم المقابلة عند في الشركة أو في المجالات العسكرية، قدم شهاداتك هذه وبلغهم أن عندك الشهادات التالية وتكون ملم بما قدمته. نقطة مهمة لازم أن يوضحها لكم، اللي هي كيف أنك تحتفظ بالأشياء اللي أنت حصلت عليها. يعني حصلت على شهادات، حصلت على معلومات قيمة، حصلت على أشياء أو كم هائل من المعلومات، لازم يكون عندك قدرة على الاحتفاظ بهذه الأشياء. أما أنك تحتفظ بها، يكون عندك شنطة تحتفظيها بشهاداتك هذه بحيث أنك تكون مرجع لك إذا أردت أنك ترجع لأي معلومة أو أي شيء من هالقبيل أو حاجة ترجع لها، مثل اللي هي كشف الدرجات أو اللي هو السجل الأكاديمي، الشهادات اللي حصلت عليها. هذا لازم يكون عندك شنطة تحتفظ فيها بأشياء كلها المهمة. وأما من ناحية المعلومات، لو عندك كتب PDF وعندك أشياء من القبيل، يجب أن يكون عندك فلوبي أو يكون عندك CD أو يكون عندك فلاش ميموري تحتفظ بأشياءك هذه، لأنها عرضة للضياع والإتلاف، والله يوفقكم يا رب. إيضاح كيفية حساب نقاط المفاضلة.